هذا السائل أبو عمار يقول: ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أن أحد الصحابة يموت وحيدا ويبقى وحيدا ويبعث يوم القيامة وحيدا، من هو هذا الصحابي؟ هذا الصحابي هو أبو ذر رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يموت وحيدا ويبعث وحيدا، وقد حصل ذلك. فأبو ذر رضي الله عنه خرج من المدينة إلى الربذة، قريبا من المكان الذي يسمى ضرية، وحده، وعاش وحده هناك إلى أن توفي رضي الله عنه معتزلا عن الناس. نعم.